السلة الغذائية تعد المصدر الرئيسي للأسر العراقية، لا سيما ذات الدخل المحدود، لكن رداءة المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة في قائمة مفردات البطاقة التموينية، وتنفق عليها الوزارة أموالا طائلة، تتزايد شكاوى المواطنين من رداءتها يوما بعد آخر. والله جاران باش ببايك عايبين ابوها مو يبيكوها. المواد الغذائية التي نستلمها من الوكلاء ضمن الحصة التموينية بعضها لا تصلح للاستهلاك البشري، ولا أعتقد أي مسؤول في العراق يشتري منها أو يستطيع تناولها. الأرز في الكثير من المرات نوعيته رديئة جدا وليس له أي قيمة غذائية، والحمص المجروش يستخدم لعلف المواشي، نبيعه مع الأرز في السوق كيلوغرام منه بمئة دينار، أما الطحين الموزع منذ أعوام في محافظة حلبجة لا يصلح لتحضير الخبز. ومع رداءة المواد الغذائية وانخفاض جودتها يعاني الوكلاء والمواطنون على حد سواء تسلمهم مفردات البطاقة التموينية بصورة متذبذبة ودون معرفة أسباب ذلك، إذ لا تصل إليهم تلك المواد كاملة وبشكل أصبح معتادا. يتأخر بها هسه مصابة وما بعد ما مكمل لا دهن جاي ولا سكر ما مصابة وما سادس دهن ما جاي، يعني احنا نطلب دهن وجبتين دهن ما سادس وما سابع، بس سكر ما سادس جاي ما سابع ما جاي. هسه ما سادس ما اخذ تمن قبل شهرين وهسه جاي يقول ما اخذ، يعني حقها ما حقها متاخر هواي متاخر راسي اويك وري يقنوكو هاولاتي بنسبه فارس جاي هلا بزوا. في الماضي مفردات الحصة التموينية كانت توزع دفعة واحدة، لكنها ومنذ شهور تتأخر وبعض المواد لا يتم توزيعها أصلا. نحن الآن في نهاية شهر آب ونستلم المواد من الحصة لشهر حزيران وتموز، لم يوزع زيت وسكر لحصة شهر تموز، المواد توزع متذبذبة، بعض المرات يختلط علينا ولا نعرف هذه المادة التي نستلمها هي ضمن حصة أي شهر. خلال كل الأزمات والظروف الاقتصادية الحرجة التي مر بها العراق، الحصة التموينية خففت غلاء الأسعار على المواطن من ذوي الدخل المحدود ووفرت له قوته اليومي حينما كانت توزع شهريا بانتظام وبكامل مفرداتها. ولأهميته يحتاج ملف البطاقة التموينية الاهتمام من قبل الجهات المعنية، لأنه ملف يتعلق بقوت المواطنين ومعيشتهم. لقناة زاغروس تي في أمير سليم حلبتشا.